يا مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من اون سبوت، وضيفنا النهارده هو تاريخ طويل مع مهنه التدريب سواء في قطاعات الناشئين او في الفرق الاولى. صنف ان هو اصغر مدير فني في تاريخ الكوره المصريه، والكل اكيد بيشيد بعينه الثاقبه في اختيار المواهب الصاعده، وكمان قدر ان هو يخرج عدد كبير جدا من اللعيبه اللي هم نجوم فرقهم في الدوري المصري خلال التوقيت الحالي. نجمنا النهارده في اون سبوت هو دكتور التدريب الفني الكابتن ميمي عبد الرازق، رئيس قطاع الناشئين في النادي المصري بورسعيدي، هيكون معانا بعد الفاصل. بجدد التحيه بحضراتكم مره تانية. معانا دلوقتي في استوديو اون سبوت كابتن ميمي عبد الرازق. كابتن ميمي عبد الرازق ولا دكتور ميمي عبد الرازق؟ لا، هو انا طبعا انا استاذ دكتور في الجامعه، بس طبعا كابتن دي هي اللي طبعا اللي عملت اسمي بصراحه. هي يعني دي اللي عملت اسم كابتن ميمي عبد الرازق، هي اللي عملت اسمي بصراحه بجانب شغل الاكاديمي بتاعي. الحمد لله اجتهدت، تعينت معيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس دكتور ثم استاذ مساعد ثم استاذ دكتور. الحمد لله لأعلى المناصب. الحمد لله يعني كابتن ودكتور واحد، يعني كابتن دكتور. الحمد لله كابتن دكتور ميمي عبد الرازق منورنا النهارده في اون سبوت. قبل بقى ما نتكلم في التاريخ الطويل جدا اللي احنا كلنا عارفينه، نروح الاول نشوف التقرير ده ونرجع نبتدي مع بعض. يلا. أمرك الله. ميمي عبد الرازق واحد من اقدم المدربين على الساحه الكرويه المصريه في التوقيت الحالي، فمسيرته التدريبية تمتد إلى أكثر من 38 عاما. فاعتزاله المبكر لكرة القدم بسبب الإصابة التي تعرض لها وهو لاعب في صفوف النادي المصري البورسعيدي جعلته يبدأ مسيرته التدريبية مبكرا، وبالتحديد في عام 1983 وهو في 23 من العمر بنادي المنيا كمدرب بقطاع الناشئين، وتولى تدريب النادي المصري وهو في عمر 26 ليصبح أصغر مدير فني في تاريخ الكرة المصرية وقتها، واستمر مع قلعة بورسعيد من موسم 86 إلى 90، ووصل بالفريق إلى نهائي كأس مصر ضد النادي الأهلي لكن لم يحالفه التوفيق. وعمل ميمي عبد الرازق في العديد من الأندية أبرزها المريخ البورسعيدي وبورفؤاد والرباط والأنوار ونبرو، بجانب تجربة خارجية مميزة مع نادي العروبة السعودي، لكن تظل التجربة الأبرز في مشواره التدريبي هي تجربة نادي سموحة، والتي استطاع فيها أن يبرز قدراته التدريبية الكبيرة ويقود الفريق السكندري إلى نهائي كأس مصر ضد الزمالك موسم 2017-2018، والتي توج بها الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية. ميمي عبد الرازق بجانب عمله كمدير فني فهو يعتبر من أبرز الأكاديميين في كلية التربية الرياضية، فهو حاصل على بكالوريوس تربية رياضية تخصص كرة قدم، كما حصل على ماجستير تربية رياضية وحصل على دكتوراه تربية رياضية، فضلا عن أنه محاضر للمدربين وحصل على جميع الرخصات التدريبية. محطات كثيرة توقف عندها الرحالة البورسعيدي ميمي عبد الرازق في عالم الساحرة المستديرة. عن كل هذه المحطات وأبرز كواليسها يتحدث لنا دكتور التدريب الفني ميمي عبد الرازق في أون سبورت. دكتور كابتن ميمي عبد الرازق أكيد منورنا النهاردة في أون سبورت. تاريخ طويل جدا، بس أنا قبل ما أدخل معاك في التاريخ بتاع كرة القدم أنا عايز أسألك بقى عن سر اسم ميمي عبد الرازق. هل اسم حضرتك ميمي؟ لا، ده الاسم موجود في الشهادة؟ لا طبعا، أنا في البداية طبعا أنا سعيد إن أنا مع حضرتك. الله يخليك. أنا يعني سعيد، شرف ليا. الله يخليك. وبالذات في القناة هنا. أنا يعني اسمي محمد أحمد إبراهيم عبد الرازق. إيه بقى سر ميمي؟ والدتي الله يرحمها ويحسن إليها، إحنا أربع صبيان ما فيش بنات، أنا كنت التالت في الترتيب. فطبعا كل واحد مننا كان ليه اسمين، فطبعا هي عشان كانت مشتاقة لعملية
الحته دي كان نفسها يبقى عندها بنات. عندها بنات ويمكن دي بقى حاله نادره جدا، يعني انا اللي اعرفه واللي اسمعه طول حياتي ان دايما الامهات اللي ما بتخلفش ولاد بيجيبوا، حتى لو جابوا ولد بيسموه باسم البنت عشان يخافوا عليه من الحسد ولا من العين. لا ما هو لكن انت الموضوع عندك ده مختلف. الموضوع عندي اختلف. فكل واحد من اخواتي ليه اسمين. فانا سميتني ايه طبعا ميمي. ميمي ومحمد. ميمي ومحمد. وعندي ممدوح وابراهيم. مين دول اتنين ولا ده واحد؟ واحد تاني اخويا التاني ممدوح وابراهيم. هو في شهاده الميلاد اسمه ابراهيم. إيه؟ ابراهيم. وبيدلعوا يقولوا لي يا ممدوح. ممدوح. وعندي حاجه غريبه الاصغر مني كان لعيب في النادي المصري اسمه السعيد في شهاده الميلاد. وبيدلعوا بيقولوا له يا هاني. يا ايه؟ يا هاني. هاني. يا هاني؟ ايه الموضوع دي الغريب بقى اللي عندنا بقى دي؟ طب يعني دول مثلا الاسامي الدلع دي مش اشخاص عندكم في العيله، فالام كانت عايزه تسمي حاجه والاب عايز يسمي حاجه فقالوا عشان ما يختلفوش؟ مفيش حد في عيلتي اللي انا الوحيد اللي عندي اسم ميمي في العيله، ارتبط بيا الاسم طبعا. وبصراحه سعيد بيه لان برضو من اسباب سبب شهرتي طبعا، انما الاسم الاولاني اصلا في البطاقه محمد. طب قول لي اسم ميمي ده انت خرجت من البيت ومن وانت صغير خالص والاسم ده ملازمك على طول؟ ملازمني على طول وانا صغير. طيب قول لي اتعرضت لمواقف غريبه بسبب الاسم ده؟ كتير كتير كتير. طب احكي لي كده. يعني في بعض المواقف مثلا ما يعني بعض المجموعه مثلا في بعض المدرجات في الماتشات اللي يندهي يتريق على كلمه ميمي والكلام ده، انما انا سعيد بيها لغايه دلوقتي يعني. أيوة يعني أيوة. في موقف كتير اتعرضت لها في الحتت كده. لا احكي لي كده موقف يعني كده ما تنساهوش يعني ابدا. يعني في مواقف زي ما انت فاهم على سبيل الممثلات الفنانين طبعا المحترمين. فكان اللي يطلق الاسم كده، وانا مثلا في اثناء المباراه اللي يطلع مثلا مدرج معين واحد يجي من ورا المدرج يتريق طبعا. ما كنتش الكلام ده، دي بعض المواقف، انما عادي انا يعني دلوقتي مثلا يعني انا يعني طبعا الكلام ده وانت لعيب وانا مدرب وانا لعيب وانت كمان مدرب وانت لعيب الاثنين الاثنين كان يطلع بعض المواقف كده، انما الحمد لله يعني سعيد بالاسمين بصراحه. يعني ما رحتش مره لوالدتك الله يرحمها قلت لها ايه اللي خلاكي تقولي عليا يا ميمي ضايقتيني والناس بتضايقني بسبب الاسم ده؟ والله يا استاذ شيماء انا هقول لك على حاجه، عمري ما قلت لها الكلام ده، بس في حاجه عندي غريبه في بيتي. انا متجوز بقالي 35 سنه. زوجتي الوحيدة كله. اللي على مستوى مصر بتقول لك يا محمد. بتقول لي يا محمد. ايوه والله. يعني انا حتى ما من ساعه ما اتخطبته من ساعه ما اتخطبت ما عرفتها يعني لغايه وقتها ما تقولكش يا ميمي ابدا، تقول لك يا محمد، واتكلم اي حد محمد موجود محمد مش عارف ايه بتاع. والله هي الوحيده اللي على مستوى مصر. ما اعرفش انا ما سالتهاش عمرك؟ لا والله ما سالتهاش السؤال ده، يعني هو الاسم لازم معاه في الموضوع ده على طول. طب بدلعك تقول لك ايه؟ بصراحه مموس. حلو. والله يعني اقول لها يا عشرة عمر يعني ربنا يديها ربنا يديكوا يعني. طول العمر والعمر كله مع بعض. وعشان كده لما ربنا اكرمني عندي الدكتور احمد ابني وعندي كنت سعيد جدا ببنت رحمه. عشان عمري ما كان عندي بنات. ربنا يخليها. ففرحان بقى بها قوي يعني، هي الحمد لله 24 سنه. يعني وعيد ميلادها النهارده، فانا بقول لها كل سنه طيبه. طب ولادك سميتهم اسم واحد يعني رحمه؟ مالهاش غير رحمه بس؟ احمد ورحمه. واحمد بس؟ مالهمش اسامي؟ لا مالهمش اسامي دلع. خلاص. مالهمش اسامي دلع. خلاص. احمد ورحمه، رحمه بيدلعوا يقولوا رحومه، انما هي رحمه من ضمن رحمه يعني. فالحمد لله. فهي تحس ان هي عزيزه عليا فراش بين الاثنين طبعا، بس هي يعني ايه الحمد لله ربنا اللي عنده بنت عنده نعمه بصراحه يعني كلمه انا بقولها. طبعا طبعا بحب انا الكلام ده قوي والله. والله والله لا والله بما يقول اللي عنده بنت ربنا بيكرمه طبعا، الاولاد اخر وبركه وبيحملوا اسم الاب، بس البنات نعمه. يا ريت الناس تسمع والله الكلام. لا انا احب البنات نعمه يعني، انا دلوقتي هي تعتبر يعني بتعمل لي كل حاجه. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك. طب تعالى بقى نروح يا كابتن ميمي للكوره، كوره القدم وبدايتك مع كوره القدم، وامتى كابتن ميمي عبد الرازق قرر ان هو يكون لاعب كوره قدم محترف؟ امتى حبيت الكوره؟ لعبت امتى؟ ولا ابتديت زي كل الاطفال في الفتره الزمنيه دي بتلعب كوره شراب في الشارع، حد شافك؟ احكي لنا بقى القصه. انا بدات حضرتك احنا من بورسعيد. احنا اتهجرنا سنه 67. فانا بدات لعب، كنت ساعتها عندي بتاع حوالي 6 سنين. رحنا راس البر، راس البر كانت منطقه كبيره كنا صحيح. بنلعب كوره النادي المصري وقريبه قوي من بورسعيد، قريبه جدا. كلنا هاجرنا هناك. رحت النادي المصري في ناشئين النادي المصري.
كان في من المدربين المحترمين الله يرحمه ويحسن اليه من ضمن اللي علموني الكابتن عوض العيوطي. طب قبل ما نروح للمرحله اللي انت رحت فيها ولعبت في نادي وفي قطاع ناشئين، كلمني الاول عن البيت، الاسره اتقبلوا ازاي موضوع لعب كره القدم؟ يعني بيحبوا اصلا كره القدم ولا لا؟ كانوا بيتعاملوا ازاي معاك وانت سايب البيت واعمال بتلعب في الشارع؟ احكي لي عن البدايات دي. انا كان في ميزه بالنسبه لي، انا احنا اربع صبيان، انا كنت الوحيد اللي بجيب اكل البيت زي. وانا صغير من ضمن الثلاثه، يعني انا اللي انزل اجيب العيش، اجيب تجيب الطلبات بتاعت البيت، انا الوحيد غير اخوتي الثلاثه ما يردوش، كانوا مرفهين. انا اللي اخرج اجيب الاكل. انت اللي طيب اللي بتسمع كلام ماما بصراحه. أيوة. فهم حتى دلوقتي السمه اللي يقول لك ايه ميم عبد الرازق طيب. لا هو مش طيب، هو حنين مع الناس، ما بيحبش ياذي حد. فبقيت انا بقيت اتعلمت الكلام ده، بقيت بقى لما اروح الماتشات يزعلوا ما حدش يجيب الغدا. يعني اروح انا مثلا في المحلات، روح عند فلان وانا صغير مثلا 10 سنين 11 سنه هات الاكل، انا اروح اجيب مثلا الحاجه. طب انا عندي ماتش مش هعرف اجيب لكم حاجه. محدش يجيب اي حاجه، دي المشكله اللي كانت العقبه اللي بالنسبه لي في البيت، انما كانوا مرحبين. على دليل لما انا اندمجت في حته الكوره، انا في الثانويه العامه صممت اروح كليه التربيه الرياضيه الهرم. لما نجحت قلت اروح كليه التربيه الرياضيه، انا مستقبلي فيها. وقابلني واحد يعني فلعبت في بس حلو موضوع التخصص ده، ان من وانت صغير عارف ان انت انا لاعب كره قدم، انا اهتماماتي هي الرياضه. أيوة. فلازم يبقى هي دي تكون دراستي، لازم هو ده الحاجه اللي اتخصص فيها. والله يا استاذ شيماء انا ترشحت لمنتخب مصر في وجود الكابتن فتحي نصير، كان الكابتن حسام البدري في سني. كنت انا بكرايت وهو بكرايت. عسكرنا في الاتحاد وقعدت الكلام ده، في الاخر نفسي طبعا ايه لقيت نفسي اخد 5 ل10، يعني 5 ل10 على راكب المجري، لقيت نفسي بره الايه بره المنتخب. طب بقول لك ايه، انت بتسبق الاحداث يا كابتن ميمي، وانا عارف متحمسه جدا اني اعرف البدايه من الاول خالص. البدايه مين اخذك من ايدك وقال لك انت بتلعب كوره، انت بتعرف تلعب كوره وانا شايف فيك ان انت لعيب كوره وهاخدك اوديك نادي، هاخدك. لا انا رحت لوحدي كده منك لنفسك. رحت لوحدي. كان في صحابك يعني رايحين؟ لا صحابي، مجموعه لمينا بعضنا. مجموعه كبيره. ورحنا النادي المصري في راس البر، انتمينا للنادي المصري. لعبت كان في اختبار يعني وقتها؟ نعم كان في اختبارات. دخلت. مين اختبرك؟ اختبرني الكابتن عوض العيوطي الله يرحمه. الله يرحمه. كان عندك كام سنه قلت لي ساعتها؟ نعم كام سنه؟ كان عندك كام سنه في الوقت ده؟ كان عندي بتاع حوالي 9 سنوات. طفل لسه. لسه طفل. زي البراعم كده. فخدني الراجل، اندرجت معاه، لعبت في الناشئين، جالنا الكابتن محمد شاهين. وبعدين جالنا لعبت مع الكابتن محمد شاهين كابتن النادي المصري، وبعدين جالي الكابتن محمد عبد الرازق، مدربي اسمه محمد عبد الرازق الشهير بالكيتشي. اتمرنت معاه، وبعدين جالنا بقى الخبير العالمي بقى كابتن مدحت فقوسه. مسكنا بقى، ده اللي انا اتطبعت بقى بطباعه. ده ليه فضل عليا نصك التاني بعد ربنا. اشتغلت معاه لعيب واشتغلت معاه مدرب عام. بصراحه فاندمجت معاه لغايه ما رحت بعد كده، اجى الكابتن بوشكاش اخد مجموعه بالنسبه لنا، ما حلفنيش الحظ في الفريق الاول. بصراحه رحت نادي المريخ. بورسعيد. في بورسعيد لعبت فيه في الدرجه الاولى. حصل لي عمليه رباط صليبي في ملعب في كاس صحيح. مصر صحيح. وانا عندي 21 سنه رحت الجيش بالرباط الصليبي ده. بالنسبه لي رجعت بعد كده، كان وقتها العلاج صعب جدا، كان العلاج صعب، في علاج زي دلوقتي. لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي انا اعترف ان انا عندي رباط صليبي من حوالي 40 سنه ولسه ما اتعالجتش. صح. ما عملتهاش. عادي بقى خلاص، ما عملتش العمليه. العمليه ما كانش في ساعتها، انت عارفه يعني حضرتك من ساعه ما اتصبت وان انت لسه صغير عندك 21 سنه لغايه دلوقتي عايش برباط الصليبي، وعايش برباط الصليبي وما عملتش العمليه، وفاكر الاصابه كويس جدا جدا جدا. يعني انا بطلع كره من الجون في ملعب هنا اسكو. هنا هو في القاهره. رجلي اتعلقت في الشبكه، رحت الجيش انا ورجلي ورمه. طبعا انا كنت ساعتها كنت خلصت كليه التربيه الرياضيه ساعتها 21 سنه. وطلعت من ضمن خلاص. من ضمن الناس الاوائل، اتعينت معيد. اتكلفت بعمل معيد. انت كنت شاطر يعني، كنت متميز ومجتهد جدا. الحمد لله. في الدراسه وفي اللعب. حصل على بكالوريوس على جيد جدا دفعتي كلها. بسم الله ما شاء الله الدفعه بتاعتي اتعين منها 14 واحد معيدين. دفعه 82. فاكر كان بيدرس لي بقى الشيخ طه اسماعيل ربنا يديله الصحة. ربنا يديله الصحة يا رب. الدكتور المفتي ابراهيم. الدكتور صبر العدوي. الدكتور عبد الصالح الوحش. النادي الاهلي. الناس دي اسامي كبيرة. الناس دي اللي اتعلمت منها. اندمجت بعد كده في الكلية.
حبيت التدريب اللي حطينا على اول سلم التدريب انا وواحد بس، انا والدكتور محمد علي الله يرحمه، مدرب منتخب مصر، مدرب منتخب الناشئين، كان الله مدرب يرحمه. منتخب الناشئين شخصيه يعني كل برنامج والله العظيم يا شيماء لازم اذكره بكل خير. قعدت معاه محمد احنا عاوزين كذا، انا عارفه زوجته يعني شخصيه جميله، وقد ايه بتقعد تحكي لي عليه. اه بصراحه محمد كان اخويا، لان احنا كنا مع بعض، انا كل برنامج لما اذكره، لان محمد ما يغلاش على ربه، من قمه الاخلاق اللي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ده حقيقي. محمد علي محمود الله يرحمه. قعدنا مع بعض في اوضه واحده، قال لي انت لازم تشتغل في التدريب، لازم نعمل كذا نعمل كذا. اشتغلنا مع كابتن ممدوح حفاجه في المنيا مساعدين للمدربين الفريق الاول. طب قبل ما نروح لمرحله التدريب دي، قول لي بقى احساسك عامل ازاي؟ انت لاعب لسه صغير، وانت اصلا مجتهد جدا ومركز جدا في الملعب وفي الدراسه، وفجاه بتجيلك الاصابه دي، فخلاص بقى بتقضي على كل امالك كلاعب. احساسك كان عامل ازاي؟ يعني اي حد في مكانك بيشوف بقى الدنيا بتسود في وشه، يعني هي دي الحاجه اللي انا بحبها، انا اخترت اني اكون لاعب كره قدم، وبناء على ده اخترت كمان دراستي ومجال شغلي، فكل حاجه كده بتتدمر قدامي. احساسك كان عامل ازاي؟ سؤال طبعا وجيه فيه، بس في حاجه بحترم قضاء الله طبعا، دي نمره واحد طبعا، سبحان الله. واحنا الاصابه إيه؟ دي ممكن هي اللي عملتني مدرب بصراحه. يعني كنت فعلا حزين جدا، بس الاصابه دي خلتنا اتجه الى التدريب. يعني زي ما حضراتكم مشكورين التقرير، انا اصغر مدرب مسك فريق اول في جمهوريه مصر. انا فاهمه، ما عشان كده انا بسالك، يعني واحد مكانك كان ممكن بقى خلاص تقفل موضوع الكره والملف في كره القدم ده نهائي، ويروح يشتغل بقى هو معيد وخلاص، من معيد ليبقى دكتور، يبقى خلاص يشتغل شغله اكاديمي ويقفل بقى من الكوره. حبيت شيماء التدريب جدا، ده عوضني. فانا كنت ايه يعني شفت الدنيا فعلا بالنسبه لي انا ايه حزين، يعني ان الكوره وفي الوقت ده الكوره مش زي دلوقتي. كانت مرحلتها هتوصل لغايه فين؟ يعني انت رفضت ان الكوره تديك ظهرها، فانت برضو مسكت في الكوره يعني بالعكس، بطريقه اخرى. التدريب عطاني اللي ما عطتهوش في الاصابه. التدريب كلاعب كمدرب. يعني انت برضو كلاعب ما عملتش الاسم الكبير اللي عملته كمدرب. بصراحه انا عايش النهارده باسم المدرب، زي كل واحد يتكلم مثلا يقول لك ايه، لعبت بس في الحمد لله. مورينيو النهارده يقول لك مثلا ايه الكوره والكلام ده، لان التدريب ده موهبه. انا بعترف ان التدريب طبعاً ده موهبه طبعا، ده حقيقي. طيب دايما الناس لما بييجوا يتكلموا عن كابتن ميمي عبد الرازق بيقولوا كابتن ميمي ده الفاكهه بتاعتنا. احكي لي كده على مواقف حصلت لك وانت لاعب لسه قبل ما تكون مدرب. يعني حضرتك مره كنا قاعدين في ماتش بتاع يعني هقول لك على حضرتك، كنا بنلعب فرقه بورفؤاد. وكان معانا مثلا ماتش بورفؤاد عامل زي ديربي. طبعا. بين المصري هو انا بورسعيد وبورفؤاد. وكانت بقى الجمهور بقى بيشجع والكلام ده وبتاع، وكان معانا ناس في مجموعه بتيجي تشجعنا معاها زي انا اسف زي الكلاب البوليسيه. انا رايح ناحيه الخط الاكل بيجري عليا، وهم انا سايب الكوره وجاي. بس الله اجي ناحيه الخط الاكل بيجري عليا. انا كلمته قلت له فين الحكام؟ لا انا قلت له مفيش الا انا، يعني هو جنب الخط بالنسبه لي يعني مفيش الا انا وبتاع. فطبعا دي من ضمن المواقف، انما المواقف معايا في التدريب اكتر بكتير قوي، يعني لان زياده عن 35 سنه بدرب. صحيح. طب قبل ما نروح للحته دي خليني اسالك الاول، يعني التحول من لاعب مصاب خلاص مشواره بينتهي في الملاعب لمدرب، مين ساعدك؟ مين وقف جنبك؟ مين قال لك هو ده الطريق الصح؟ مين وراك طريق التدريب؟ كابتن مدحت فقوسه. كابتن مدحت فقوسه. بصراحه كابتن مدحت فقوسه يعني انا كان لي فضل عليا في حاجات كتير. لما اشتغلت معاه اول واحد اشتغلت معاه سنه 86. هو كان مؤمن جدا بيك وانت لاعب كمان ده، وكان بيسيب لي التدريب، كان بيسيبك تتمرن وانت لاعب. ده كان في ميزه. كان يسيبني، لان القياده بتتولد مع الانسان. فالانسان القائد زي ما احنا بنشوف دلوقتي لاعيبه، في لاعيبه قائد في الفرقه صح، بنظره عينه ده يطلع قائد. ويطلع في 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 مجال التدريب يبقى مميز جدا، لان قوه المدرب يعني الناس اللي قوه المدرب من شخصيته، لا عملك هو اللي يخلي عندك الشخصيه. صحيح. يعني عملك الناجح طول ما انت عملك كويس، مش التكشير زي الحته اللي بتتكلمي فيها. صح. او الكلام ده، لا عملك اللي انت بتعمله، كل ما اللاعب محتاجك وعارف اللي انت هتفيده
يعني من وجهة نظرك المدرب الكشري اللي طول ما الوقت بيكشر وبيصغر وبيعمل الحاجات دي ده مش صح؟ ده لا مش منطقيا، مش صح، لا لا مش منطقيا. مش منطقيا علميا وكل حاجة. أصلي في حاجة دلوقتي شيمة، في مصر اللاعب حب المدرب بيديله أقصى ما عنده، ده حقيقي. اللاعب كره المدرب بيكبر دماغه، دي فلسفة عندي. صحيح. واللاعب يحب المدرب من شخصيته اللي هو عارف اللي هو محتاجه في التمرين. والمدرب بيكون عنده يعني حسن القيادة. امتى يزعل بتعبيرات وشه، امتى يضحك في وش اللعيب، امتى يبتسم. زي شفت نماذج كتيرة يعني، شفت نماذج كتيرة يعني، ونموذج صغير يعني اللي عمله الكابتن حلمي في انبي. كابتن حلمي الناس كلها تقول لك عليه يعني شديد. من الناس امال يقول لك كابتن حلمي شديد والكلام ده، انما كابتن حلمي بس بره الملعب حاجه تانية خالص. الناس الحنينين جدا جدا اللي يعرفوا جدا حقيقي. يعني كان بيعمل ايه مع محمد شريف وبيعمل ايه مع فرقته السنه دي يعني، ربنا يعني. فدي دي العمليه الناس بتعرفها، انما التدريب حس ان في غلط. يعني انا حاسس ان في حاجه مش عمليه مدربين، ما حدش مثلا اللي يقول انا عاوز امرن او عاوز كذا، لا مجاميع انت عارفه ساقيه بالدور. يعني مش الموضوع اللي النهارده اللي بينزل فرقه بيمسك فرقه ينزل الثانيه يروح يمسك احسن منها، كراسي الموسيقيه كراسي يمسك الثانيه احسن منها يمسكها احسن منها، ودي مش راجعه طبعا للناس اللي هي مسؤوله عن الموضوع ده. طيب انت كلمتني عن ازاي كابتن مدحت فقوسه زرع فيك القياده وعلمك ازاي تكون قائد جوه الملعب، وكان بيسيب لك التدريب مواقف كتير قوي اكيد حصلت ما بينك وما بين كابتن مدحت فقوسه، احكي لي كده حاجه عمرك ما تنساها. اي مواقف كتير اتحكت معانا مع كابتن مدحت بصراحه حكيناها كتير بالنسبه لي. هو الراجل طبعا محترم، بس مدحت فقوسه كمان علمنا يعني كان حنين جدا على اللعيبه ولعبه كانت بتلعب عشان خاطره. يعني مواقف كتير، مره كنا بنلعب في اسكندريه ماتش الزمالك في دور الثمانيه، كنا قلبها باللاعب الاهلي، الكابتن فقوسه كان الكابتن يحيى البربري الحكم وكابتن محمود عثمان مجموعه كبيره وكابتن محمد حافظ، قال لك اول ما ناكل جون اسحب الفرقه. يا عم ما ينفعش الكلام ده، طبعا لاعب النادي الاهلي في القاهره كان جون بعد حوالي ربع ساعه. ما فيش بعد خمس دقائق الجون الثاني، قال لي اسحب الفرقه. اركعوا دفعوا. قلت له اسحبها انت. قال لا اسحبها انت. سحبنا الفرقه دخلنا جوه قعدنا بتاع حوالي ثلث ساعه. اسحبها ايه؟ انسحبوا؟ انسحبنا. انسحبتوا؟ افتكرتكم هترجعوا تدفعوا. لا لا القانون بيقول ربع ساعه، لا سحبنا الفرقه بره الملعب. يا كابتن مدحت ما ينفعش الكلام ده بتاع. الحاج سيد متولي الله يرحمه نزل يخبط علينا. رئيس النادي. ارجعوا العبوا مش عارف ايه. كابتن مدحت قال له معلش نازل. قال له انا بقول لك انزل بالامر. طبعا كان النادي الاهلي قاعد جوه ثلث ساعه، كان الحكم يصفر بعد ربع ساعه. نزلنا نزل الفرقه، نزلنا الفرقه قعدنا نلعب. بالنسبه لنا بنبص لنا طلعت منصور قام جايب جونين بين 2-2 طلعنا الاهلي من دور ال 16 بضربات الجزاء. معقول؟ خرج فقوسه طبعا في التلفزيونات من ضمن لهم شفتوا التكتيك اللي انا عامله؟ طبعا التكتيك طبعا التكتيك اللي هو عامله اجى على دماغي واجى على دماغه. تاني يوم بقى عندنا الاسبوع الجاي وده كان يوم فرحي 9/7/88 رايحين نلعب الزمالك في اسكندريه. انا اجلت فرحي من 8/7 ل 9/7 8/7 يوم جمعه. لقينا الكابتن ديبه اسكندريه جايب لنا بوكي ورد وثبت موز في الفندق ومعاه كارت كده ايقاف ميم عبد الرازق لمده 3 شهور والكابتن مدحت فقوسه لمده شهر. اوف. قلت له طب وانا مالي؟ وانت مالي؟ انا عملت مال. حاجه يا كابتن مدحت. قال لي ما انت اللي سحبت الفرقه. قلت له انت اللي قلت لي انت مدير فني لازم اسمع كلامك. الماتش بيتلعب قال لك اطلعوا المدرجات. طلعنا المدرجات ماتش الزمالك في دور الثمانيه، معلش مدير فني انا اللي كنت بس اللي بقود معاه وبزعق والكلام. قعدنا في المدرج الاولى يمين بتاعت اسكندريه معانا حوالي 50,000 متفرج. فكابتن اينو الله يرحمه بيلعب وجمال جوده فقوسه قاعد جنبي اندى عليه قول له ارجع. انا اقول له يا اينو ارجع. طبعا الملعب انت عارفه بعيد. طبعا ما حدش سامع، اينو مش سامع اي حاجه. يقول لي بقول لك اندى عليه قول له يرجع. طب انا اقول يا اينو ارجع. طبعا الجمهور بقى انا سبت على الجمهور فبقى بيندهوا معاك. قام الجمهور كله يا اينو بيقول لك مدحت فقوس ارجع ال 20,000. طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت معاه هو طول عمره يعني كان هو طول عمره يصدرك في المصايب. طول عمره يصدرك في المصايب. هو جاب لي 3 في 6
يعني لو انا عامل جنايه ولا اي حاجه ما كنتش عمري ده ما كانش الايقاف الوحيد، وقفت تاني بسببه. عمري ما دخلت، اسم. هو عمري في حياتي هو جاب لي 3 في 6 شهور. والله. ايه اللي حصل؟ يوم الصباحيه بفتح الجرنان. الصباحيه؟ تاني يوم جوازك يعني؟ تاني يوم جوازي. خلاص بقى خلصنا الماتش وراجعين. وعملت الفرح واتجوزت وكل حاجه، وهو جاي لي في الفرح وتمام وبتاع. بطلع الجرنان تاني يوم، ايقافي مع عبد الرازق لمده 6 شهور. مش كانوا 3؟ بيتمدوا ل6. عشان عملنا برضو ايه، عملنا مشكله تانية في ماتش، قال لي ايه برضو كابتن في حقوقه إيه عمل لفظ مع الحكم. وقال ميم اللي ايه، وقام جاي قال لك ميم اللي قال. قلت له انا. قال لا انت اللي قلت، مش عيب، الراجل ده راجل محترم وحكم محترم وحكم كفاءه. قلت له انا اللي عملت كده. قال قمت اخد 6 شهور يعني. بس فمواقف يعني ما منسهلوش، ربنا يديله الصحه. فدي الحياه، احلى ايام عمرنا ايام التدريب. هي يعني حكاوي جميله ولازم نكملها مع بعض، بس مضطرين نطلع فاصل. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا النهارده مع كابتن ميمي عبد الرازق في اون سبوت. خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم حوارنا مع كابتن ميمي عبد الرازق، نورنا اكيد في اون سبوت يا كابتن ميمي. وقبل ما نطلع لفاصل كنت بتحكي لي على موقف حصل انت واللي يعني اللي كان بيتسبب لك فيه كابتن فقوسه. يعني انا بسالك فعلا، انت ازاي كنت بتسكت؟ يعني ليه بتسكت له ليه؟ اصل كابتن مدحت مدربي. وطبعا انت تملي في التدريب المدرب العام. لازم يعني تعليمات المدير الفني بالنسبه لك لازم تنفذ. يعني ما نقدرش نعمل الكلام يعني ده يعني غصب عنك. كنت بتسكت غصب عنك يعني ولا ايه؟ لا هو غصب عني طبعا. يعني زي ما انت فاهمه، بيبقى الواحد ايه عادي شغال معاه. فهو بيبقى الواحد بيسمع كلام المدير الفني، زي ما انا دلوقتي المدربين اللي اشتغلوا معايا اما اجي اطلب على حاجه. بس في الحاجات هو كان مدحت التملي عنده طول عمره، ربنا يديله الصحه، عنده حته ايه الكوميديان دي يعني. حتى هو دخلك غوية. الاسم 3 مرات؟ دخلك الاسم 3 مرات؟ لا وقفني 3 مرات. انا عمري ما دخلت اسم. عمرك ما دخلت الاسم؟ عمري في حياتي. لا. الحمد لله. لكن وقفك 3 مرات. حكيت لنا مره. تعالى بقى نروح لكابتن مدحت فقوسه، يمكن هو اللي يحكي لنا على باقي المواقف اللي حصلت. يا مساء الفل على حضرتك يا كابتن مدحت. اهلا بيكي، منوره الدنيا. منورنا والله. ومنورك ميمي طبعا. يعني الضحيه. هو كان بيسكت لك ازاي يا كابتن مدحت؟ لا ما يقدرش يتكلم معايا، ما حدش يقدر، ده ميمي ابن من ولادي يعني، وانا اللي مربيه اصلا يعني، ومربي اخوه كمان الاكبر منه يعني، وكان لعيب عندنا في النادي المصري برضه، دول ولادي يعني. وميمي مؤدب يعني الصراحه طول عمره يعني، ما ينطقش كلمه يعني الصراحه، هو يزعق بس. طب كابتن ميمي حكى لنا كده على شويه مواقف حصلت وهو مدرب، يعني اتسببت له في 3 مرات ايقاف، لكن بقى وهو لسه لاعب معاك ايه اللي حصل؟ احكي لي كده موقف حصل ما بينكم ما تنساهوش ابدا. مره كنا رايحين نلعب ماتش في اسماعيليه وهو اتاخر ما جاش. حطيت واحد مكانه ونزلوا الملعب. ببص في الملعب لقيت 12 واحد. الله. ابص كده لقيت ميمي معاهم. قلت لهم دخل امتى الراجل ده؟ دخل امتى؟ اتاري اجا ولبس من غير ما يوريني نفسه، خايف مني. وراح نازل مع الفرقه. وبعدين عملت ايه؟ عملت ايه ساعتها؟ التاني احتياطي اللي انا منزله وميمي اساسي. فالماتش كان ماتش تقيل بصراحه يعني، فقلت ايه؟ فوته يعني بقى خلاص، ما دام نزل الملعب عشان لما طلعوا يبقى منظرها وحش، هيقولوا المدرب منزل 12 واحد. رحت نادي للواد الثاني اللي نازل اصلا ومسلم عليه وبايس، وقلت له بصراحه انت عملت ماتش حلو قوي النهارده، اطلع غير يلا. رحت مطلعه وسايب ميمي. انا كابتن مدحت دوخني في عيشه الواد ده والله. انا كابتن مدحت، انا قلت الاستاذ شيما ان بعد ربنا انت اللي ليك فضل عليا في كل حاجه. يعني حتى في البرنامج بصراحة هي بما يرضي الله يعني، وربنا يديك الصحة يا رب. ما تحطش أسامي ناس معايا أبدا. لا الحمد لله، والحمد لله اللي أنا دلوقتي عايش، لأن عمري مش عاوز أتوقف تاني في السن. أنا نفسي أعرف ده. نفسي أعرف كنتوا بتسيطروا على الفرقة إزاي وأنتوا عاملين الدويتو ده. يعني أنا لو بلعب، أنا لو لعيب كورة دلوقتي وبلعب معاكوا وبشوف الحوار ده داير بينكوا، بتسيطروا على الفريق إزاي؟ المحاضرة تكون شكلها عامل إزاي؟ كل مصيبة بتحصل برميها في حجر ميمي على طول.
يعني انا اعمل المصيبه واقوم راميها ايه في حجري. يعني مثلا مره ما ابو الذهب اتاخر عن التدريب عندنا ماتش مهم جدا وبعدين لعبت واحد تاني مكانه بقى مش هقول اسمه يعني، وطول التقسيمه بشجع فيه ومطلعه الثمنه بقى. وبعدين لما مصطفى ابو الذهب اجى بعد التمرين على طول، فانا حطيت الفرقه بالاحتياطي وما حطيتش الباك اللي كنت بلعبه هيلعب نسيت خالص. فالولد جالي يسالني يعني ايه اللي حصل، انت كابتن انا لعبت التقسيمه وانت عمال بتشجعني وطالع بيا السما قايل ايه ايه ايه، وبعدين انت حطيت ال 18 لعيب انا اسمي مش فيهم. قلت له مش ممكن ايه ميمي. ميمي بيقول لي يا ميمي ايه؟ قلت له ميمي ما تحطش ليه ميمي ازاي؟ قال لي هو انا اللي بحط الفرقه مش انت اللي بتحط؟ قلت له لا بس انت الدور ده انت حطيت الفرقه وما حطيتش الواد ده. يا نهار ابيض بزعق لميمي يا نهار ابيض ولا نسيته خالص مش فاكر انه موجود. انا مش عارف احط نفسي بصراحه مكان اللعيب ده اللي قاعد المدربين بيتخانقوا مين اللي حطه ومين اللي شاله. هو كابتن مدحت كان في ميزه ده انا قلتها لك هو اللي علمها فيا دي. اللعيبه تحبه تلعب عشان خاطره، عشان خاطر تبسطه، عشان خاطره لان هو كان بيحب اللعيبه وهو لغايه دلوقتي كان اللي في جيبه يدي للعيبه كمان. امال هو دي كانت ميزه فيه. فاللعيبه كانت بتقاتل عشان خاطر مفيش فلوس، في فلوس بتقاتل. دي الميزه اللي هو علمها فيا والحمد لله. يعني انا كابتن مدحت بطل في عز مجده واخد كاس العالم العسكري بطل وهو صغير واعلى مدرب جاله نادي القناه جاله مبلغ كبير رفض كان على يدي لانه يعتبر ابويا بصراحه. دلوقتي انا كل الشغل بشتغله دول في حاجات اخدها منه بالنسبه لي في الشغل بتاعي وهو اقتنع قال لي يعني من ضمن الناس واقفه جنبي قال لي هتبقى من اكفأ مدربين في مصر. انما هو بقى طبعا الحمد لله يعني لما الواحد بيعمل الشغل المدرب الكشر ملوش لازمه. ملوش لازمه. انا بقول لي كنت بتعاملوا ازاي مع اللعيبه اللي هي بتتمرد؟ يعني لو شفتوا لاعب بقى شايف نفسه ونجم وعايش الدور وكده كنتوا تقعدوا تقولوا هنعمل فيه ايه؟ الكابتن مدحت كان شغال مدرب تخدير. معاه بينج. ازاي بيعمل اي حد يخش يتبنج يخرج على طول بالنسبه له حتى لو ما بيلعبش في ال 16 يخرج يقول لك مدحت العظيم. طب احكي لي موقف كده. ما اعرفش كان بيعمل فيه بيخش جوه يبنجه تمام ويعقمه والراجل يخرج تحس ان هو كانه طاير. خدت بالك الكابتن كابتن مدحت كنت بتعمل فيهم ايه؟ هو مخاوي. هو انا بقول لك مخاوي. انا عندي قدره على ترويض القرود. القرود مش الاسود. انا اروض اي بني ادم على وجه الارض واقنعه باللي انا عاوزه صراحه. يعني عندي القدره كده. لعيب يخش ساير وي 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 ثواني يبقى نايم على حجري نايم نعسان ويقوم يخرج مش فاكر حاجه ومش عارف حاجه. بس ده هتدخل مره الاولانيه هتخدره والثانيه هتخدره والثالثه بقى مش هيصدقك يا كابتن. لا ما يصدقش ايه ده معاه انت كل مره في حاجات جديده. لا معاه انابيب اكسجين معاه ده مره في راجل من ضمن مدير فني وبهلوان تمام. يعني شوفي انا دكتور نفساني دكتور نفساني الفريق ولذلك الفريق يدين لمدحت فقوسه في الاول وبعد كده النادي مش النادي الكلام ده انا الاول يعني فاهمه ازاي؟ وميمي بقى شرب كل الحاجات دي مني شرب كل ده بقى ما بيتكلم اكن انا اللي بتكلم فبقيت اسيبه يتكلم بقى. الله يرحمه الكابتن او الحاج سيد متولي يعني تعرض لمشاكل كتير قوي بسببكم. طبعا صح؟ تفتكر مصيبه وقعتوه فيها؟ طلب الفرقه اللي هتلعب عاوز يعرفها مين؟ هو رئيس النادي. فجاي بقى ومعاه ناس بطاله بتاعته بقى وبيتمنظر بقى. ايوه انا رئيس النادي بقى وعارف كل حاجه. رئيس مين الفرقه النهارده؟ قلت له ليه؟ انا عاوز اعرفها ليه؟ الكلام ده ليله الماتش. قال لي انا رئيس النادي. قلت له فني ولا اداري؟ قال لي لا اداري. قلت له مش فني يعني. طب وتعرفها ليه بقى؟ قال لي طب عشان خاطر اخوك سيد. هو حبيبي قوي قوي يعني. رحت مديله فرقه مش هتلعب. يا نهار ابيض 11 واحد الاحتياطي قلت له عليهم هم دول اللي هيلعبوا بكره. طلع في المقصوره بقى
وقال لهم النهارده هيلعب فلان وفلان وفلان، وجايب اصحابه بيتمنظر بقى، وانا الكل في الكل هنا اللي عارف كل حاجه. الله يرحمه. نزل 11 غيرهم خالص، ولا قال ايه ده؟ هي دي الكسفه. مش الفرقه اللي هتلعب، ده هو سيد، مش الفرقه اللي قال عليها. عارف ان انا اديته طبعا فرقه ثانيه وكده، اتجنن بقى والله. بس كان دمه خفيف يعني، وانا كنت بحبه جدا، هو حبيبي قوي قوي قوي. فالمواقف اللي بينا كانت كتيره يعني مع فادي. كابتن مدحت، انا لو سالت حضرتك دلوقتي عن رايك مين هو افضل مدرب في الدوري المصري الممتاز، وطبعا احنا عايزاك تستثني تماما يعني ارائك في المدربين، كابتن ميمي يستثني خالص من ارائك يعني. مين افضل يعني مدرب شايفه دلوقتي؟ انا اللي مبسوط منه بصراحه يعني، ومع انه هو ابن من ولادي وكان بطل عالم برضه زيي، علي ماهر. كابتن علي ماهر مع المصري بورسعيدي. لان النادي المصري كان مهزوز صراحه شويه، وعلي ماهر ده انقذ النادي السنه اللي فاتت او جابوه او السنه دي، يعني مش فاكر بقى قوي يعني. انا انت عارفه انا جالي تصلب في شرايين المخ، مش مركز كتير يعني وكده، حتى الناس كلها الف سلامه. منور يا عالمي، منور يا عالمي، منور يا عالمي. عملت اشعه طلع عندي كهرباء في المخ، قسم الكهرباء اللي منوره وشي مش انا. الناس مش فاهمه حاجه. الف سلامه عليك كابتن مدحت فقوس، نورتنا والله النهارده في اون سبوت، واكيد ان شاء الله يعني احنا بنامل انك تكون ضيف معانا في يوم من الايام، يمكن في القريب باذن الله. كل التوفيق لحضرتك واتمنى لك كل الصحه. لو 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 يعني جيت معاكي مره انت هتتصيطي تصيط طبعا طبعا في حياتك. طبعا انا عارفه هتضحكي ومش هتسالي حاجه. انا عارفه. وميمي ابن من ولادي ومدرب كفء ورفع راسنا طبعا، وربنا يوفقه دايما ويكرمه، وهو يعني انسان طيب جدا جدا. ده حقيقي يعني. حقيقه يعني. نورتنا يا كابتن مدحت، نورتنا النهارده. والله انت منوره انت وكابتن ميمي. الله يخليك. ربنا يسعدك ويشكرك وما يحوجك لحد، لان انا ذريه الرسول لما بدعي الدعوه دي. امين 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 يا رب. ثانيه هتروحي خلي بالك. لا خلينا في الاولانيه، بلاش الثانيه. اشوفك على خير ان شاء الله. اشوف حضرتك على خير. ربنا يخليكي. ربنا يخليك. الله يخليك يا كابتن. دي بقى يعني قصه كفاح مشتركه مليانه حاجات حلوه قوي 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 حصلت ما بينكم. الحمد لله، وتعرضنا للكلام ده شيمه وكل حاجه، والحمد لله. انا يعني انا حياتي كلها، حياتي زي الكابتن محمود الجهري الله يرحمه، انا حياتي كلها تدريب. بذاكر تدريب، بقرا تدريب، بناقش رسائل، بدرس تدريب، كله تدريب، بناقش رسائل ماجستير ودكتوراه بكميه كبيره. وده اللي بيضايقني، ان تملي الناس اللي بره اللي ما عندهاش فكر تقوم تقعد تتكلم على الناس الناجحه والناجح هم اللي بيتكلموا عليه. يعني انا عامل مدير، عامل قطاع ناشئين للنادي المصري السنه دي، مع احترام لاي حد، ما حصلش في تاريخ النادي المصري طبعا، برعايه الاستاذ سمير حلبيه ومجلس الاداره بصراحه. الراجل ده عامل لي دعم كويس. عندك كم لاعب في قطاع الناشئين دخل منتخب؟ عندي حوالي دلوقتي 10 لعيبه ما شاء الله، اتاخد منهم لغايه دلوقتي اللي انا اعرفه او انما الى علمي 6 لاعبين انجاز في مرحلتين، 2006 و2003. وعندي 2006 اول الجمهوريه، الدوري اتوقف بقرار مجلس الوزراء، هيرجع في 2/4، خلاص النشاط راجع في 2/4 ان شاء الله. انا عندي اول الجمهوريه كسبان الزمالك، واحد يطلع يقول لك اصل النتائج ومش النتائج. عند البراعم استاذ شيما خدتهم، ما كانوش بيخرجهم، اخرهم النادي اللي جنب النادي المصري الدوري بتاع المنطقه. انا طلعت بهم نادي زد، طلعت انبي، طلعت الزمالك، طلعت مع الجونه، طلعت مع الاتصالات. كل دول بتبني جيل جديد في خلال الشهرين. لازم اعمل احتكاك. واحد يقول لك اصل اتغلبنا من انبي، انبي اقوى منظومه قطاع ناشئين على مستوى مصر. صحيح بصراحه. وماله وماله لما اتغلب من انبي، بس اعرف انا فين اللي هم الاولاد الصغيرين 10 و12 عندي مجموعه موهوبين. طب اقول لك على حضرتك على حاجه، من 3 ايام اول مره انفراد للقناه، اولاء امور في بورسعيد ولادهم في انديه تانية، والله العظيم بيدفعوا بال 20,000 يجيبوا ولادهم نمرة واحد عشان النادي المصري كبير، ونمرة اتنين عشان ميمي عبد الرازق المسؤول. قالوا لي كده دافعين فلوس من جيبهم. عند ولد اسمه يحيى احمد صالح، وعند ولد اسمه بوتشا، دول في اندية تانية.
دفعهم 20 و 15000 جنيه بيقول لك عشان احنا عارفين اللي انت في يد امينه. فانا في المكان ومعايا الدكتور احمد ابني بيراعي الناحيه النفسيه استاذ هو علم النفس في الجامعه. فده الموضوع اللي انا عاوز اطلع اجيال لاولاد النظر زي ما الكابتن مدحت اتكلم على علي ماهر. علي ماهر فعلا نجح وعلي ماهر صديق شخصي ليا. نجاح من ضمن المدربين، انت سالت السؤال ده خارج النطاق، من ضمن المدربين الاكفاء، وطبعا معاه المدرب القدير الخبير حلم طولان بصراحه. دول من وجهه نظر حضرتك الافضل في الدوري المصري ممتاز. السنه دي بصراحه. طب ليه كابتن ميمي عبد الرازق مش موجود دلوقتي بيمرن فريق اول في الدوري المصري؟ سؤال وجيه. انا اخد بعد سموحه، انا قعدت في سموحه 9 سنين مع الباشمهندس فرج. الحمد لله. يمكن دي كانت من افضل فتراتك. افضل فترات حياتي. افضل فترات حياتي. الراجل بصراحه كان عنده ثقه فيا يجيبني اطلع امرن. طب كذا اطلع وانزل وانا ناجح. يعني انزل وانا ناجح. يعني انا نهائي كاس مصر هرجت مع الكابتن علي. انا بلعب واصل نهائي كاس مصر، كسبان الاسيوطي وكسبان وادي دجله وكسبان مطلع الفرقه من كاس مصر. بس انت دايما مالكش حظ في كاس مصر. في تملي انا الماتش الاخير بتاع الزمالك ده حتى لما اتصبت وانت لاعب برضو كان برضو. في كاس مصر لقيت الكابتن باشمهندس قبلها باسبوعين متعاقد مع الكابتن علي ماهر. حتى انا وقفت مع الكابتن علي ماهر وانا بلعبه، قلت له انت بقى لو نلعب مع بعض اللي يكسب الاسيوطي وسموحه يمسك الايه، يمسك ماتش الزمالك بتاع نهائي الكاس. قعد يضحك، قلت له خلاص انت طايم وانا طايم. لان انت من ضمن الحاجات اللي تعرضت لها، انت متعاقده، انت ماسك مدير فني وشغال والحمد لله وناجح وكل الفرق وافريقيا صحيح. بعد الكابتن حلمي طولان كان عامل فرقه كويسه. مسكت بعد ربط التطوان المغربي 3-2. يا شيماء انا مرنت لعيبه لو افتكرها، في ناس محترمين جدا، يعني اغلبيه لعيبه مصر. يعني هل تعرض كابتن ميمي عبد الرازق لظلم؟ طبعا ظلم بين. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن الفترة دي من حياة كابتن ميمي عبد الرازق بشكل تفصيلي أكتر. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع ونكمل كلامنا النهاردة في أنصف مع كابتن ميمي عبد الرازق، خليكم معنا. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت، ولسه مكملين كلامنا مع كابتن ميمي عبد الرازق. وقفنا عند مرحله سموحه. محطه سموحه دي كانت محطه كبيره جدا، سنين كبيره جدا، مليانه نجاحات طبعا. لكن انت بتقول انك اتظلمت، قول لي يا كابتن ميمي ازاي اتظلمت؟ كتير. يعني انا حضرتك لما مثلا المدربين كلهم الحمد لله زملاتنا وكل حاجه، ناس محترمين وكلهم اكفاء، وانا بكرر لهم كل الاحترام وما غلطش في حد. النهارده الموضوع انت ما يعني انا مش حاش تدريب، انا راجل اصلا استاذ دكتور في الجامعه. لما رجعت بعد الباشمهندس فرج الراجل والله قال لي كلمه، والله اول مره اقولها على الهوا. الراجل ده انا بحترمه جدا. قال لك ايه؟ قلت له انا عاوز امشي. ده السنه اللي قبل اللي فاتت. قال لي لما ابقى اموت ابقى امشي. هو ربنا يديله الصحه. ربنا يديله طول العمر. لا هو راجل محترم جدا. ده من كتر ثقته فيك. انا كان اخويا. اخويا. طب وليه مشيت؟ انا يعني خلاص وصلت المرحله. هو قال لي الكلمه دي، قلت له انا تعبت، انا تعبت، وهو عارف الحمد لله امكانياتي. وهو ليه فضل عليا، ليه فضل عليا كبير بصراحه. بس انا كمان عملت شغل الحمد لله، كان الباشمهندس يتباهى بالموضوع ده. كان يقول لك عملت فرقه، يعني في مباراه بلعبها مع التطوان المغربي مغلوب 2-0 في اول 5 دقايق في بطوله افريقيا، اكسب 3-2. بس ايه اللي يخليك تاخد القرار ده؟ يعني ايه تعبت من ايه؟ لان لك في حاجه. هو الراجل كان بيطلع فريق اول وانزل، اطلع فريق اول وانزل وانجح والحمد لله باداء راقي. يعني كان تعامله معاك انك مدرب مؤقت؟ لا ما كانش، هو كان بيعتبرني ابن نادي سموحه. كان بيعتبرني انا رجل المهام الصعبه، انا رجل اخوه، اي وقت بالنسبه له اي حد ازمه معاه. بس في نفس الوقت ليه طالما انت بتقدم نتائج كويسه ما بتكملش وتستمر؟ دي مش بتاعتي بقى، بتاعت مجلس اداره او بتاعت فلسفه معينه. انما هو الراجل كل الاحترام، كان بيكون لي كل الاحترام. وانا كنت بحترمه لغايه وقتنا هذا بصراحه، احترام متبادل بينه وبينه. وفي يوم من الايام الراجل ده هو عمل برضو اسم مع عبد الرازق في سموحه، النهارده مرتبط في سموحه. الموضوع الثاني اللي هو الظلم، الانديه. انا لو عبد المجيد صقر محافظ السويس، ما رحت السويس السنه اللي فاتت اتفقت معاه هو شخصيا. عملت فرقه
ما تحلمش بقى السويس، السويس كانت قاعده بجون اعتباري تنزل درجه تانية. عملت لهم اعداد، طلعوا من المركز الثالث السنه اللي فاتت، هم اتعرضت انا لوعكه صحيه فما كملتش معاهم بالنسبه لهم. النهارده في قطاع الناشئين في بلدي انا قلت ارجع شويه في السن، اقعد جنب بيتي وجنب عيل واشتغل. حضرتك تعرف الموضوع ده، انا بشتغل من 9 صباحا ل 7 مساء، من 9 الصبح ل 7 اقسم بالله العظيم من 9. انا كده احب العمل، العمل عباده، هو تربيه السماء على الارض، كله مدرب واقف عليه، كل ولد صغير مهتم بيه عامل الكلام ده. بيضايقني بقى شويه ناس ما عندهاش خبرات زي في المجتمع ما عندهاش الكلام ده، قاعدين عشان مثلا الدكتور ميم عبد الرازق اول مره اقولها، او الكابتن ميم عبد الرازق ماسك، لا 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 لا، انا ما بقعدش بقالي 30 سنه ما قعدتش على القهوه. مش عيب اللي بيقعد على القهاوي، ما بقعدش على القهوه، انا التمرين بيتي مركز التمرين. في شغلك، شغلي بس فقط لا غير. فكل من يعني زي بقول لك ايه يعني، يعني خلي القافله تسير، فمش في دماغي كل الكلام ده، كل واحد تعبان. النهارده النادي المصري بيعين في القطاع 30 مدرب، 70 مدرب 80 مدرب عاوزين يتعينوا، الميزانيه لا تسمح. صحيح. طب انا اعمل ايه؟ بختار الاكفأ. انا مش ضدك ولا ضد اي حد ولا ضد اي مخلوق، بس انا عاوز اشتغل. تاني حاجه حته زي ما انت حضرتك الفريق الاول والدرجه الاولى والدور الممتاز، كل المدربين زملاتي. ابص، طب انا ما نزلتش فرقه، انا لو نزلت فرقه، لو نزلت فرقه اموت وانا واقف في الملعب. انا كده الشر عليك. لا بحكي لك، هي الكره ما نزلتش فرقه اموت وانا واقف. بتحب الشغل. طب احكي لي كده عن كواليس بقى كاس مصر، نهائي كاس مصر ومباراه الزمالك واللي حصل وردود افعالك اللي كانت موجوده وقت ضربات الجزاء. انا عايزك تحكي لي كده بالتفصيل الماتش ده كواليسه كانت عامله ازاي. ما هو ده التاثير اللي اثر عليا حضرتك. انا كنت واصل، انا كنت مقتنع جدا جدا انك تاخد البطوله دي. احساس غير عادي. كنت رايح الماتش وانا مرتاح، رغم ان انت حظك وحش زي ما قلنا مع كاس مصر، بس كنت جايب بدله جديده. لا عشان خاطر البدله الجديده يبقى كان لازم غيرت القميص، القميص اللبن اللي في التقرير. قلت اجيب بقى بدله جديده وبتاع، واثق بقى من نفسي هاخد كاس مصر وبتاع. والراجل اللي اعطاني البدله قال لي بص وشها حلو عليك، خلي بالك. رجعتها له تاني ولا عملت ايه؟ من بورسعيد رجعتها له تاني. لا لا لا، محتفظ بيها الحمد لله. رحت المباراه، الفترة اللي قبلها كان في تراشق بين مجلس الإدارات، كذا وكذا، وحكام أجانب وحكام مصريين، كان في مشاكل كمان في التحكيم، كان مشاكل. أمال كان حكم أجنبي، باشمهندس طلب حكم أجنبي ودفع لاتحاد الكورة بقدرة قادر، لقينا الكابتن محمد فاروق. رحنا المباراة، قبلها كان في تعرض على الفيسبوك، شوية حاجات وشوية كلام ومش عارف إيه. أنا ولا في دماغي الكلام ده، ركزت مع لاعبتي اللي بكون لهم كل احترام. احسن لاعيبه طلعت من تحت ايدي على مستوى مصر من سموحه، بكر وحسام حسن وناصر ماهر ومانجا والمهدي سليمان وابو جبل، وبصراحه مجموعه كبيره جدا، وعبد الله بكري وياسر ابراهيم وعبد الله بكري وأومد اكري، حاجه جميله جدا بصراحه. فرج عامر شاطر، باشمهندس فرج شاطر، صحيح شاطر، اشطر راجل في مصر في التعاقدات بصراحه، ده حقيقي. ايه عملنا الكلام ده، نزلنا فاشتريت البدله الحلوه والقميص اللبني، هناخد الكاس ورحت بقى على قلت له هناخد. قال لي متفائل، قلت له متفائل. اول 10 دقايق احنا جاي كاسبين 1-0. حمدي زكي، محمد حمدي زكي كاسبين 1-0. هو ده القميص اللبني. القميص اللبني ده الدور قبل النهائي. وده الكابتن عبد العال جنب مدرب الاجوان، مش عارف كان طالع الصحراوي وكان نايم. خد بالك. فانا تملي التركيز بتاعي، وكان معايا الكابتن علاء عبد الغني اللي هو اخويا وبحترمه يعني. كان عملنا الجون، فضلت العب ببص بقدره قادر، لقيت في الدقيقه 12 من الشوط الثاني احسن لعيب عنده حسام حسن بتاع سموحه طبعا، لقيته بيطرد. يا كابتن بتطرده ليه؟ قال لي عشان مش عارف حط ايده على ودنه والجمهور. يا عم بتطرده ليه؟ بقيت 10. 10 خلاص الماتش انتهى. ده بلعب الزمالك، فرقه تقيله، فرقه جامده جدا. وقتها حسيت ان الموضوع ما كانش يستدعي ابدا طرد حسام حسن. ما كانش يستدعي، ما هو ده تحويل الماتش. لغايه الدقيقه 40 وانا بلعب 10 تنفار. كره اترفعت، انا حسيت ان كاسونجو هم دول زق السيد فريد. جابوا جون التعادل، قلت خلاص هيكسر تايم هتغلب. فضلت بالاكسر تايم بال10 دقايق، كان معايا احمد تمساح. ماسك الزمالك يعني
انا اجيب كذا جول وانا 10 انفار. اتعملت لعبت ضربات جزاء، اول واحد كان في الترتيب عبد الله بكري. اول ما ضيع ضربه الجزاء قلت خلاص، انا حطيت ايدي على وشي لان عارف ان الزمالك مميز روحت. وكان المهد مميز وقام ربنا اكرمهم بالخمس ضربات جزاء. مين كان واقف جول المهدي سليمان؟ المهدي سليمان جول عالمي من احسن الجون في مصر. هو ابو جبل الاثنين بسم الله ما شاء الله يعني. بتشوف مين فيهم افضل بامانه يعني؟ بامانه الاثنين زي بعض. لا ما فيش حاجه اسمها لا والله لا ما فيش لا حاجة. ابو جبل تفوق. ابو جبل المهدي تفوق في بيراميدز ولما قعد يعني بصراحه زعلان عليه. طبعا انت بتشوف اللي بيتعرض له مهدي سليمان ده ظلم؟ طبعا طبعا. هو يستحق ان هو يكون هو الحارس الاساسي؟ طبعا. الراجل كان بيلعب ومسك الماتشات وكسبان، مع احترامي لاي حد. انت تبدل ماتش تعمل تبادل. ولو قارنت ما بينه وما بين شريف اكرامي، ابو جبل كان مستمر. لا ما بين مهدي سليمان وبين شريف اكرامي. لا ما شريف جون كبير. جون كبير. بس في حاجه، في استمراريه. واحمد الشناوي يتقدر. احمد الشناوي جون موهوب. احمد الشناوي لما الاصابه، احمد الشناوي من اللي جون الموهوبه جدا. وشريف برضه عنده باع وعنده الكلام ده. طب انت النهارده الثلاث اجوان دولي مكلفينك ازيد من 150 مليون جنيه. طب واحد ما بيلعبش، طب ما انا طلعه في نادي يلعب. النهارده الاجوان الصغيره اللي طالعه بسم الله ما شاء الله. مصر لما لغت موضوع الحراس الاجانب مصر ناجحه في موضوع الحراس. ده حقيقي، ده حقيقي. مصر فيها مستوى حراس جامد جدا جدا. صحيح. جدا جدا. صحيح. الموضوع الثاني ان حضرتك النهارده انت شغاله، الناس الوكلاء مثلا عارفين كلهم كانوا لعيبه عندي. ميم عبد الرزاق والكلام ده بتبقى راجع للنادي. انما انت لما تيجي تجرب واحد جربه نجح معاك يا اخي، قدامك ثلاث ماتشات اربع ماتشات زي ما انا عامل في قطاع الناشئين. عملت قرار قلت كل مدرب يتغلب ثلاث ماتشات او اربع ماتشات انا اعمل له اقاله. عشان يتحمس ويشتغل والكلام ده. طب انا عايز اسالك على حاجه، يعني وانت كنت لسه مدرب عام كنت عامل دويتو حلو قوي مع كابتن مدحت فقوسة، وانت بقى مدير فني، مين الدويتو بتاعك؟ مين محمد صلاح ابو جريشه ابن اخويا وحبيبي والناس المحترمين جدا. والدويتو الثاني بقى الاكتر بقى اللي هو اللي معايا بقى علاء عبد الغني. اللي هو المقاولين كنا دويتو مع بعض. طب احكي لي كده، عملت فيهم اللي كان بيعملوا فيك كابتن مدحت فقوسه؟ لا ده هم بالعكس، هم اللي بيعملوا فيك برضو؟ لا لا لا، ما حدش. كابتن محمد صلاح محترم جدا. يعني حتى الكلمه تطلع منه واخده بالك بالعافيه. انما اسم كبير. كابتن النادي الاسماعيلي. صحيح. اتمنى ان النادي الاسماعيلي يستفاد منه ومن خبراته بصراحه في الفتره العصيبه دي بتاعت النادي الاسماعيلي. كان الكابتن علاء عبد الغني اللي يقعد مثلا يضحك اقول له انزل مع اللعيبه في 4-2. هو من النوع اللي بيسخن الملعب، بيزعق على طول. اخذ مني الحته بتاعت اللي انا يزور، فكنت امال في الاخر بقى ما يجي علاء ريحني، خلي بقيت اقعد على الدكه مثلا وهو يتكلم ويكلم اللعيبه زي ما هو بيعمل دلوقتي مع كابتن عماد النحاس في المقاولين. يعني ما تفتكرليش كده موقف حصل ما بينكم؟ والله في موقف كنا كابتن علاء برضو من نوع برضو اللي بيتفائل وتشائم. فكنا رايحين كل ماتش بناكل في حته كده معينه في اسكندريه. تاكلوا ايه، سمك ولا ايه؟ لا بناكل كباب. الترابيزه بتاعتنا علاء دخل لقاها متغيره مليانه. قال لي انا عارف ان هو الموضوع ده، قال لي طب يلا نمشي. قلت له والله ما انا ماشي، انا عايز اكل. الناس تقوم من على الترابيزه. ايه؟ صاحب المطعم عرفنا، كنا بنروح قبل كل ماتش، قال لك ايه الناس تقوم من على الترابيزه. علاء طبعا قعد على الترابيزه. تمام. تاني ماتش كسبنا. كسبته؟ كسبنا. هو غاوي. رحنا تاني ماتش برضه علاء الترابيزه مشغوله. قلت له لا والله ما احنا بقى مش عارف ايه مشكله. خلاص ما عدناش على الترابيزه. خلاص. خسرتوا؟ نعم خسرتوا. كسبنا برضه. كسبته برضه. طب ما ايه المشكله بقى؟ هو بقى هو طب انت بتؤمن بالكلام ده ولا لا؟ التفاؤل والتشاؤم. بتؤمن بيه في الكوره ولا لا؟ لا انا ما يعني بصراحه مش بؤمن بيه، بس انا من النوع اللي بتفائل بحاجات معينه. زي ايه بقى؟ يعني 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 ساعات لما انزل الصبح مثلا بالنسبه لي يعني لبست ترنج معين. كسبت بيه. اكمل بيه. هتفضل لابس طول الموسم؟ ما لازم، هما بيروح برضو على طول بيتغسل. بس لا خلي بالك. انا بالنسبه لي كده نفس طب اتغلبت بيه ابدا اغير. تمام. بس الموضوع ده يعني ايه يعني مش منطقيا، على دليل انا بقول لك على القميص اللبن اللي معايا
خدت بيه كل الماتشات، انما هو المدرب تدريب بيبقى واثق من لاعيبته. ايه زي ما النهارده، طب انا ممكن النهارده العب بتيم ولاعب وحش او الكلام ده ويقول لك هو ده التيم دول بدل ما بيكسب يلعب. لا 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 لا، موضوع التدريب استاذ هشام زي ما انا قلت لك موهبه. المدرب اللي بينزل لمستوى اللاعب ويمرنه ويشوفه احتياجاته ايه، والتدريب دلوقتي بقى علم. بقى علم، علم كبير جدا. اكيد. فانا مش عاوز اي حد يبقى قاعد في اي حته بالنسبه له ويقول لك ايه، ينقد على حاجه واجيبه او ما اجيبه. اساله سؤال واحد، سؤال واحد في علم التدريب. يقف قدام ما يتكلمش. بتشوف ان في نوعيه من المدربين بيتكلموا كتير بس ما بيعرفوش يعملوا حاجه جوه الملعب؟ طبعا. زي مين؟ لا ما اقدرش اذكر اسامي. ما اقدرش. بس بتشوف. احنا شايف كتير طبعا، كتير جدا، كتير جدا بالكلام. هو المدرب فعل، المدرب فعل في الملعب زي ما احنا اتكلمنا على كذا واحد. يعني برضو من ضمن الحاجات كابتن عبد الحميد بسيوني مع طلاع الجيش. الراجل عامل برضه شغل كويس. في مدرب يبقى مش موفق ومدرب ايه موفق. طب كابتن ميمي، التدريب محتاج بقى الشو وقاعده كده اعلاميه ويكون لك علاقات بمثلا اعلاميين، بصفحات على السوشيال ميديا، بناس كده يصيطوك عشان تعرف تكون موجود وليك مكان جوه الدوري المصري ممتاز. الله ينور عليكي. ده انت بالظبط حطيتي الداء فين. لازم يكون كل مدرب. طب ما بتعملش كده ليه؟ انا والله ما انا عارف، لو ان كلهم حبايبي. خلي بالك ومحترمين وبيحبوني. وما اكون ماسك الناس كلها بتحبك وما اكون ماسك بيشكروا فيا طبعا. تمام. بس خلي بالك البعد عن التدريب كارثه. ده حقيقي. البعد عن التدريب بتتنسي موت. بالنسبه لنا صدقيني. يعني حتى ناس مستغربه دلوقتي، انا بنزل ميم عبد الرازق اللي عنده كل التاريخ ده، انا بنزل مع الاولاد الصغيرين. بنزل معاهم لان بحب التدريب. فالبعد على التدريب زي ما انت بتقولي تتنسى، انما الدوري الممتاز هو الشو. يعني انا مباراه الاهلي لما كسبت الاهلي 3-0 انا المدرب الوحيد كسبت الاهلي 3-0. طلعت يميها كان معاهم مدرب اسمه باسيرو. صحيح. فاكر انا ولا حد، انا سالوني بس في التلفزيون سؤال واحد، انت بتهدي الفوز لمين؟ قلت لهم انا بحترم، خلي بالك قياده الاهلي والكلام ده احترامي، قلت لهم انا بهدي الفوز لجماهير بورسعيد، جماهير بلدي. ما قلتش مثلا لجماهير سموحه. لان انا اصلا مثلا عمليه بورسعيد فببقى فرحان. الزمالك 3-0 قبل كده برضه. طب انت بتعملي الكلام ده والناس تطلع تتكلم عليكي، الموضوع فين؟ مجالس ادارات ناس محترمه وناس كل حاجه، وكلاء لاعبين ناس محترمين ولهم غرض او لهم اي هدف. ما انا النهارده بحيي كمان واحد من ضمن الكلام، خالد عيد. وصل 22 بونت. انجاز. انا بقى احترم المدرب اللي يكون اخد فرقه صغيره ووصل بيها. يوصل بيها. طيب خليني اسال حضرتك على طموحك، يعني خلينا واقعيين كده. انت دربت فرق كتيره، منها فرق كبيره منها فرق متوسطه. كابتن ميمي عبد الرازق عايز يعني حلمه يكون فين؟ يكون مدرب لاي فريق؟ لاي فريق في الدوري. انا عاوز يعني امسك فرقه في الدوري الممتاز. من بداية الموسم ويتحكم ميم عبد الرازق بيعمل ايه، لان انا زي ما قلت لحضرتك عندي مقدرة لو كل لعيب تمرين انديفيدوال فردي او طبعا او تمرين جماعة او تمرين كذا، وكل المدربين اللي اشتغلوا معايا وكلهم عارفين عني الطباع دي، واول واحد الحمد لله يشهد بكفاءتي في سموحة كان المهندس فرج عامر. الحمد لله ده طموحي. طموحي امسك طبعا بجانب العملي. انما في نقطه الناس برضو كلها، كل مدرب اما كنت في سموحه كل مدرب يجي كان يبقى في ميم عبد الرازق قاعد الان اللي هو زوج تحت الطلب. خد بالك. أيوة. لا انا ما عنديش دي، ما تحبش دي. ما عنديش دي، انا بروحش لاي مدرب تدريب. ما بروحش. انا الكابتن علي ماهر اخويا وحبيبي يقول لي اشوفك في التدريب، اقول له لا انا سلم عليك وانت صاحبي، ما روحش التدريب، لان الناس او بعض الناس يشوفوها عشان غلط. مش الناس سيئين. ايه جاي بيفحر لفلان. يفحر. لا لا، افحر لفلان ليه؟ ده ارزاق بتاعت ربنا. وده العمل، فارزاق ليه؟ فما روحش تدريب لاي حد. يعني حتى وانا في سموحه شغال في التدريب ما روحش تدريب لاي حد، افضل في المكان اللي انا فيه. انا مدير قطاع ناشئين
يبقى مدير قطاع ناشئين. التعامل مع المدير الفني باحترام وادب وربنا يوفق اي حد. صحيح. كابتن ميمي دلوقتي تعالى نروح مع بعض على فقره بنسال فيها اسئله اسمها اسئله على الطير، بس خلينا الاول نطلع لفاصل ونرجع ونستقبل تاني كابتن ميمي عبد الرازق ونشوف فقره اسئله على الطير بعد الفاصل. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت، لسه منوره النهارده في الاستوديو كابتن ميمي عبد الرازق. كابتن ميمي وصلنا معاك لفقره اسئله على الطاير، هسالك اسئله وترد عليا بسرعه جدا. مين هو افضل مدرب في الدوري المصري ممتاز في الوقت الحالي؟ اسم واحد. حلمي طولان. مين افضل لاعب في الدوري المصري ممتاز دلوقتي؟ عمرو موسى. أفضل فريق في الدوري؟ المصري. الحصان الأسود في الدوري؟ المحلة. رأيك إيه في النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني؟ تديله كام من عشرة؟ 7/10. أفضل مدير فني أجنبي جه الدوري المصري من وجهة نظرك؟ على مر التاريخ كله. على مر التاريخ مانويل جوزيه. مانويل جوزيه مدير فني للنادي الاهلي. تجربه موسيماني انت قلت لي عليها، لكن نادي الزمالك هل هو قادر ان هو ينافس على الدوري المصري الممتاز؟ مش ينافس، يفوز باللقب في الموسم الحالي؟ التغييرات اللي حصلت الاخيره دي ضرت نادي الزمالك. ضرت نادي الزمالك؟ يعني رجوع كارتيرون ضر نادي الزمالك؟ طبعا. مين من وجهة نظرك مدرب في الدوري بيشتغل بشكل أكاديمي وعلمي؟ في مجموعة كبيرة علي ماهر. علي ماهر. طيب. وهاب جلال بصراحة. طيب الكروت اللي مع حضرتك ممكن تطلعها؟ طيب عايزك تقرأ سؤال سؤال وترد عليه، بس يا كابتن ميمي مفيش مفر من الردود على الأسئلة، لازم ترد. وكلاء اللاعبين يتحكمون بشكل كبير في مصائر المديرين الفنيين من حيث تولى القياده الفنيه للانديه من عدمها، نعم ام لا؟ نعم. نعم. ازاي؟ كل حاجه نعم بشده كمان. ايوه قول لي ازاي من وجهه نظرك شايف كده؟ يعني هل لك موقف سيء مع احد السماسره؟ لا انا ماليش علاقه باي حاجه، هم كلهم اخواتي وحبايبي، بس انا من النوع اللي بتعامل من خلال مجلس الاداره. انا مش عايز وسيط. لعيب لعيب يجي من خلال مجلس الاداره. وهم يجوز مثلا هم يعني من ضمن الحاجات برضو اللي انا عشان انا صريح ممكن يكون الموضوع ده برضو ايه، انا بحترمهم كلهم. وكانوا كلهم يعني فيهم مش عاوز اذكر اسامي كانوا لعيبه عندي. ومرنتهم ودافعت عنهم وعارفين امكانياتك كمدرب. انما هم دلوقتي هم الوسيط اللي بيننا وبين مجلس الاداره، فبحترمهم كلهم، انما هم متحكمين فعلا في الكلام ده. يعني السؤال اللي بعده. ايهما تفضل، القياده الفنيه للجيل الحالي من لاعبي الاهلي ولا الزمالك؟ ام الزمالك القياده الفنيه التدريب يعني؟ اها. الجيل الحالي من لاعبي الاهلي. فكرت كتير ليه؟ لان يعني الجيل الحالي لعيبه الاهلي. كابتن ميمي هل عند حضرتك الاستعداد انك تتحمل ضغوط كبيره جدا من جماهير زي جماهير الاهلي والزمالك؟ طبعا تعرضت كتير. تعرضت وانت في المصري؟ وتعرضت وانا في المصري، ماتش الزمالك كان فيه 100,000 متفرج. شفت ال 100,000 يعني. في اجيال ما شافتش ال 100,000 عدم امتناع الجمهور، اتعرضت لكتير. بس بخرج وانا في مصر انا بكل الاحترام لكل انديه مصر. بصراحه يعني حتى النادي الزمالك انا يعني في المقام الاول انا بشجع المصري. اذا النادي الاهلي منظومه ناجحه. بصراحة. طب انت بعيدا عن المصري تشجع الاهلي ولا الزمالك؟ اجابة يعني صريح. ايوه صراحة. الزمالك. تشجع الزمالك برغم كده اخترت انك تدرب الجيل الحالي من لعيبة النادي الاهلي، برغم برضو ان يعني لو اتكلمنا مع اي حد وسألنا اي حد في الفترة الحالية على الامكانيات الفردية للعيبة فدايما بيكون الرد امكانيات الفردية للعيبة نادي الزمالك هي الافضل. بس لعيبة النادي الاهلي عندها ميزه كويسه جدا. زي ما احنا لاحظناها طول عمرهم. حاجه متوارثه زي الورث. إيه؟ اللي هو الجون بتاع اللي بيلعبوا لاخر نفس. ما عندهمش ال 90 بلس.
ما عندهمش يأس. فدي ميزة، دي ما تبقى ميزة بتتزرع في اللعيبة، ودي ميزة مثلا عاملها في النادي الأهلي. أنا بتكلم بما يرضي الله. الزمالك يعني أنا حتى الماتشين الأخر بتوع الترجي اللي هو التونسي زعلوني يعني. زعلوني لأن في خطأ فادح طبعا بتاع تغيير المدرب في الوقت ده. هل كارتيرون هو الحل دلوقتي؟ لا لا مش الحل، لا مع احترامي بس احترامي يعني كلام واضح وصريح. طيب حبك للزمالك جه منين؟ اشمعنى الزمالك؟ إيه احنا عمرنا كده يعني انا مثلا النادي المصري الاول رقم 2 نادي الزمالك. الزمالك انا عشقته عشان مجموعه من اللاعبين، كابتن حسن شحاته طبعا، كابتن علي خليل ربنا يديله الصحه يا رب، كابتن فاروق جعفر، الكابتن طه بصري الله يرحمه الخلوق، الله يرحمه الراجل المحترم طبعا. فالجيل ده حببك في نادي الزمالك؟ ده حاجه، لا الجيل ده انا لحقت الجيل ده انا اتفرجت على الجيل ده. لحقت لعبت مع حد قدام حد فيهم؟ ما لحقتش. لا لا ما لحقتش، اتفرجت عليهم. انما انا كنت مدرب مع جيل ما لعبتش مع حد، انما انا كنت مدرب كابتن احمد شوبير لعب قصاده وانا مدير فني. صحيح. ضياء السيد كان لعيب عندي، كابتن ضياء السيد، حمدى برادي كان لعيب عندي بصراحه، مجدي عبد الغني صحيح كان لعيب عندي في المريخ. يعني بقى شرف الواحد لو مر مجموعه اللعيبه دي اللي بقت من احسن مدربين في مصر وماسكين قياده مصر الحمد لله. السؤال اللي بعده، ابرز لاعب قمت بتدريبه خلال مسيرتك؟ انت قلت لي اسامي كتير قوي لكن اكيد في لاعب كده يعني بيأثر فيك. اينو. اينو الله يرحمه. الله يرحمه. اشمعنى اينو العظيم؟ اينو كان قائد وكان لاعب محترم جدا جدا جدا، وكان ابن بلد بصراحه يعني. اينو اكبر مني بس انا مرنته. اينو كان قائد بمعنى الكلمه بصراحه، كان كنت احب تدريبه، وكان لذيذ، عمره ما كان يبوظ في وش اي حد. طيب خليني اسالك، كابتن ميمي عبد الرازق من نوعيه المدربين اللي بيحبوا اللعيبه النجوم ولا يحبوا يصعدوا لعيبه لسه ما حدش يعرفهم من الناشئين؟ لا احب اصعد برضو لعيبه من الناشئين بجانب النجوم. لان النجم نجم. اكتشفت مين؟ نعم اكتشفت مين؟ انا اكتشفت يعني مين اللي بتشوفه تقول ده اكتشافي؟ لا انا مثلا ابراهيم عبد القوي كان لاعب في سموحه. اسلام عطيه لاعب النادي المصري، زياد فرج لاعب النادي المصري، ابراهيم سعيد الناشئ دلوقتي مواليد 2003 لاعب النادي المصري، ابراهيم ناجي لاعب النادي المصري. في لاعيبه كتير يعني حضرتك كمان ناصر ماهر. ناصر ماهر كان ابني، انا كنت احط الفرقه ناصر ماهر مواليد 97 وادور على بيت الفرقه. ففي مجموعه كبيره يعني احب ان انا اضحي مع اللعيبه النجوم زي حسام حسن وحسام باولو وخالد قمر يعني في مجموعه بتبقى النجوم مهمه برضه في الفرقه. المنافسه ما بين ناصر ماهر وقفشه، انت كمدرب يا كابتن ميمي شايفها ازاي؟ ناصر ماهر حظه وحش مع النادي الاهلي. حظه وحش في الاصابات، لو اخذ كميه المباريات اللي بياخدها قفشه، وقفشه اول ما اجى بسم الله ما شاء الله يعني طلعه كويسه جدا ولاعيب كبير جدا. صحيح. بصراحه اجت في فتره معينه بعد بطوله افريقيا تحس ان قفشه مستواه نزل شويه بس بدا يعلى تاني. ودي فتره بتمر بقى اي لاعب في الفورمه الرياضيه بتاعت اي لاعب. هل قدر ان هو يعوض غياب عبد الله السعيد؟ قفشه هو عبد الله السعيد لاعب سوبر بالنسبه لي، من اللعيبه اللي انا احبها جدا. قفشه عمل شغل كتير في النادي الاهلي، مكسب للنادي الاهلي. السؤال اللي بعده، سؤال محرج، محمود الجوهري، حسن شحاته ولا هيكتور كوبر، مين منهم هو الافضل في تاريخ تدريب المنتخب الوطني؟ بالنتائج وكل حاجه باحترامي الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته الاساس اللي عمل الكوره وعمل منتخب كابتن محمود الجوهري. الاساس نتائج، وكابتن حسن شحاته عمل انجاز. كانت علاقتك بالاثنين عامله ازاي؟ علاقتك بكابتن حسن شحاته عامله ازاي وعلاقتك ده كابتن حسن ده يعني الله يرحمه إيه؟ كابتن حسن اخويا الكبير. انا بحبه جدا جدا. كابتن حسن كان ماسك الشرقيه سنه 96 وانا ماسك نادي الرباط، صعد بيهم وانا طلعت في المركز الثالث نادي الرباط البورسعيدي. كان هو يقابلني ويكلمني لما مسك منتخب مصر، اخذ لعيبه من عندي، اخذ احمد نبيه واخذ محمد زكري واخد كريم زكري، خد ثلاثة من النادي المصري في كاس العالم في الامارات. صحيح. فالكابتن حسن تاريخ وربنا يديله الصحه
واتمنى له يعني التوفيق، و ده يعتبر خبير من خبراء الكره زي كابتن محمود الجوهري. طب انت شايف ان ابتعاده دلوقتي عن الساحه الرياضيه وعن ساحه التدريب افضل ليه؟ ولا تتمنى انك تشوفه بيدرب فرق من الفرق اللي موجوده دلوقتي؟ كابتن حسن يعتبر خبير، لازم يكون مع حد، يعني هقول كلمه يعني المدرب يكون فاهم الكابتن حسن شحاته. الخبير النهارده زي بيكن باور لما مسك منتخب المانيا يبقى هو قاعد كده على الكرسي وغير المدير الفني، غير ما يكونش مدير فني، يعني يمسك لجنه كوره في نادي مثلا، يبقى هو اللي بيدير العمليه دي كلها. يعني احترامي يدير كل العمليه، المنتخب مثلا يبقى هو مثلا زي ما انت فاهمه المدير والمدربين شغالين وهو مثلا بيدير. كابتن كان نفسك تشتغل مع حد بنجوميه كده، كابتن حسن، كابتن جوهري، كان نفسك كابتن تشتغل مع حد؟ اشتغلت معاه مع كابتن محمود الجوهري. فعلا ده من المدربين اللي اتعلمت منه، وكابتن وفي مدرب كمان يعني محترم جدا ما اذكرش اسمه، اذكر اسمه برضه ليه فضل عليا، كابتن محسن صالح. طبعا ده من المدربين الممتازين جدا جدا جدا. كابتن الجوهري كان فعلا سابق عصره زي ما الناس كانت بتقول عليه. طب انا معايا ورقه كابتن محمود الجوهري سابق عصره. طبعا كابتن الجوهري كان عنده ميزه اللي انا اتعلمتها كابتن، بس انا الوقت كابتن الجوهري كان بيقعد 24 ساعه في المكتب بتاعه في البيت ايام الفيديوهات الشرايط، والراجل قاعد هو اللي علمنا الكلام ده. انا معايا ورق خط الكابتن الجوهري لغايه دلوقتي معايا، التدريبات اللي كان بيعملها وكان بيبتكرها. كانوا بيقولوا عنه ان هو مدرب دفاعي، ايه رايك في الكلام ده؟ هم عشان كاس العالم راجل احترم نفسه، راجل احترم الفرقه اللي قدامه، احترم امكانياته، هيروح يهاجم وياكل خمسه ما حصلت في بعد اذنك يعني انت عارف امكانيات لعبت ايه. العب على قد امكانياتي في لحظات في المباراه، امتى اما تحول من الدفاع للهجوم الفرقه هتعمل ايه، امتى اما تحول من الهجوم للدفاع الفرقه هتعمل. الكابتن الجوهري كان بيحترم الخصم اللي قدامه. كابتن جوهري كان بيتعرض لانتقادات كتيره جدا بسبب علاقته القويه بحسام حسن وحبه ليه كلاعب. لا حسام حسن من اعظم لعيبه جت في مصر طبعا بصراحه، محدش ينكر الكلام ده. والنهارده حسام حسن في ميزه النهارده، خد بالك دؤوب على عمله، على دليل انت شفت الاتحاد الاسكندري النتائج كانت عامله ازاي. النهارده هو دخل في المركز الرابع يعني. صحيح. اللي بعده افضل ختام افضل ختام مسيرتي التدريبيه اتمنى ان يكون في نادي. نادي ايه؟ نادي واحد ولا اتنين؟ نادي. سموحة لرد الجميل ليهم. سموحة. لرد الجميل. ايه افضل قرار اخده كابتن ميمي عبد الرازق في حياته؟ ايه اسوأ قرار اخدته في حياتك؟ اسوأ قرار اخدته في حياتي يعني اللي انا يعني ايه يعني مش عاوز اقول إيه، هو قرار صعب بصراحه. انا يعني تركت يعني ايه عمري ما تركت انديه يعني في قرار سيء خدته قوي، اللي انا رحت مسكت نادي كنت داخل فيه بمحبه وبكل قوه، اتعرضت لحاله صحيه ندمت اللي انا اشتغلت في النادي ده. ايه هو النادي ده؟ لا اقول السويس. السويس، لان تعرضت من بعض يعني كان رد الجميل مش كده بالنسبه لي. خذلوك، رد الجميل كان وحش بالنسبه لي. وانا فضت العمليه. افضل قرار بقى اخدته من ضمن القرارات اللي انا يعني رجعت بيتي جنب عيالي وجنب ولادي في الفتره دي، اللي انا امرن النادي المصري او اخدم النادي المصري في قطاع معين، عاوز اخدم ولاد بلدي. ده افضل قرار خدته، انا عاوز اخدم ولاد بلدي في الفتره الوجيزه دي، انما يسيبوني اعمل بما يرضي الله. احمد ميمي عبد الرازق هل اتظلم لان هو ابنك في الكوره؟ اتظلم، مشى من النادي المصري لبعض المدربين. مع العلم انا اخد قرار النهارده يعني انا بعمل حاجه بخدم كل ولاد المدربين بخدمهم، بس مش على حساب مصلحه اي حد تاني غلبان. صحيح، خد بالك. كف هو عاوز يتدرب اسمح له بالتدريب. ولاد النجوم دايما بيتظلموا ولا انديه وانديه؟ انديه وانديه، انديه وانديه، انديه وانديه بيدفعوا الثمن. يعني عاوز اقول لك احمد ياسر ريان نجح نجاح غير عادي. فبتيجي الكلام ده فتيجي النهارده هو الظلم في فتره النادي المصري، هو موجود ربنا عوضه ان هو خد دكتوراه
وسؤال للناس، مش انا اللي شغلته، اللي شغله الباشمهندس الاستاذ سمير حلبيه اول تخصص يخش عندنا علم النفس، واعتبر انا ابني مثل الاعلى ليا، احمد ابني مثل الاعلى ليا، انا باخد منه يعني، هو بيهديني في مواقف كتيره جدا 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 في لحظه الانفعال، فبصراحه انا بستفاد منه مش عشان ابني بره، والناس كلها عارفه هذا الكلام. نتحارب بقى استاذ شيماء، ما نتحاربش، إيه شويه ناس قاعدين، الكلام ده مش مهم، الكلام ده بالنسبه لي هفضل شغال لغايه ما النادي المصري يقول مع احترامي مش عاوزك، متشكرين بادب واحترام. كابتن مين نورتنا النهارده في اون سبوت، يعني قد ايه انا اتبسطت بحواري مع حضرتك، رايك شخصيه جميله جدا، طيبه جدا، ويعني خلوق قوي، واكيد كان يعني حوار مثمر. انا اللي سعيد بحضرتك وسعيد بالقناه، واول مره اتكلم بصراحه من قلبي، واتكلمت كتير بصراحه، يعني استاذه محاوره جيده، طلعت كل اللي جوايا. الله يخليك. وانا سعيد بوجودي معاك، وبشكرك على اللقاء ده. نورتنا النهارده يا كابتن. اشكرك يا فندم. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده من اون سبوت، ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجديده الاسبوع اللي جاي مع نجم جديد، ضيف جديد، باسرار وكواليس جديده. اشوفكم على خير.